نزاول الرياضه تسري شي ورك اوت كنشاط جانبي او كهوايه فهمتي كنفرغ فيها الطاقه السلبيه ديالي حيت كحنا كانسان كضروري كتكون عندنا واحد الانرجي نيجاتيف ضروري خاصنا فينا نخرجوها ومني كنبغيو حنا كنهضر على الدراري اون جينيرال كنبغيو نخرجوا الطاقه السلبيه ديالنا ولا كنبغيو نترينيو ما كنلقاوش الحوايج متوفره باش نترينيو كيف ما كتشوف الفضاء اللي داير اللي كنترينيو فيه حنا فيه بزاف ديال الاسبار حاشاك بزاف ديال الحوايج خايبين يعني فيما كدور كتبغي تشوف شي حاجه زوينه مي ما كاينش حتى شي حاجه زوينه بالنسبه للبونج كيف ما كتشوف هنايا دايرين غير بونج عادي كيلوحوا من الناس حنا كنجيبهم هنا باش غير نكاليو الدقه حيت كيف ما كنقولوا الطيحه انا شويه صعيبه ومن بين الحوايج اللي ما متوفرينش ايضا السلامه يعني علاش حيت ملي كطيح ولا شي حاجه يعني ما كاينش اللي غادي يعقل عليك يعني داك لاسيرونس اللي كتكون في قاعات مغطاه ولا في دي صال عاديين ما كايناش عندنا حنا يعني غادي تطيح غادي تمشي غادي تداوي راسك براسك هادشي اللي كاين وصراحه نتمنوا تكون هاد الرياضه هادي تنال الشعبيه ديالها حتى هي في المغرب وان شاء الله كنتمنوا نطلعوا حتى حنا دي كومبيت ونشرفوا البلاد علاش لا ان شاء الله. اولا كنشكر الاخوه اللي حضروا معنا انفاس بريس ولا اللي جات واكبت معنا هاد المعاناه وهاد الماساه ديال هاد الشباب اللي مع الاسف ما كيطالب والو كيطالب غير فضاء في نزاول الرياضه المفضله ديالو مع الاسف كنشوفوا مجموعه ديال الشباب يعني كيجيو من مناطق اخرى من حي السلام جوج الاناسي الازهر البرنوسي باش يجيو لهاد الفضاء اللي ماشي فضاء اصلا يعني كما كتشوفوا معنا السدادر في حاله كارثيه الباره في حاله كارثيه كي كيوتيزيو من جيبهم من مالهم خاص كيجمعوا وكيجيو باش يمارسوا الهوايه ديالهم، هوايه ديالهم اللي مع الاسف في بعض الاحياء الهامشيه ما المسؤولين ما كيشوفوش في هاد الشباب ما كيشوفوش في هاد الهوايات اللي تقدر تخرج لنا ابطال اللي مع الاسف اللي حنا ما عندناش في هاد الرياضات هذه، وكاينه مجموعه ديال الرياضات، وخير دليل على هادشي اللي كنقول راه شتو الرياضه ديال الباسكت مؤخرا فريق المنتخب الوطني تقسم الدور الاول بثلاثه الهزائم، دونك ما كنبغيو الشباب اللي عندنا قدرات كما شافوا الاخوان معنا عندهم قدرات هائله طاقات شباب قاري واعي منبليش كاينين الناس اللي عندهم اجازه هنا اللي كيقراو اجازه في القانون وكيجيو يمارسوا الرياضه المفضله ديالهم دوك نداء الى مسؤولين على تراب مقاطعه سيدي بوم ما كنقولش رئيس مقاطعه ولا فلان ولا فلان المسؤولين بصفه عامه اللي عندهم دخل في هذا الموضوع الله يجازيكم بخير هيئوا الشباب راه ما عندناش في سيدي بوم فضاءات ترفيهيه ورياضيه فضاءات خضراء راه كديروا لهم الحجر والبيطون وكتخليهم بلاص ما دير البيطون دير معدات رياضيه باش الشباب يمارس الهوايه ديالو راه غنضيعوا شباب اللي عنده طاقات هائله كما قالوا لنا اخوان هذه الرياضه راه كيشاركوا بها الناس في دول في بطولات عالميه وكيجيو من كيجيو بكؤوس ميداليات وما كاينش اللي كيستقبلوا وما كاينش اللي كيهضر عليهم وما كايناش الرياضه اللي ينميها لنا هنا في المغرب ولا في الاحياء ديالنا رياضه الاحياء ورياضه الشوارع خصها تكون في الشارع وخصهم يتجهزوا هذه الفضاءات الخضراء وشكرا لكم.